اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجوله المتجدده مع صحافه الغد وابرز ما تعكسه صاحبه الجلاله من عناوين وموضوعات بالتبعيه بنعرضها على حضراتكم ونتناولها بالمتابعه والتحليل في صحافتنا على النيل الاخبار. نبتدي بابرز العناوين. في الوفد رئيس السيسي لرؤساء المحاكم الدستوريه الافريقيه: مصر حاربت الارهاب بالتوازي مع جهود التنميه الشامله. في الشروق رئيس الوزراء يطالب بسرعة تطوير منظومة الشهر العقاري. في اليوم السابع السعودية اقتصار الحج على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60,000. وفي المصري اليوم اعتماد مطار القاهرة ضمن قائمة السفر الصحي الآمن. دوما بنفخر ان مصر بتشكل نموذج يحتذى به في تعاطي الدوله المصريه مع الارهاب على جبهتين: المواجهه الامنيه وكذلك البناء والعمل والتنميه الشامله. الرئيس السيسي في جريده الوفد انعكاس لتاكيدات السيد الرئيس في هذا الشان لرؤساء المحاكم الدستوريه الافريقيه. يقول سيادته: مصر حاربت الارهاب بالتوازي مع جهود التنميه الشامله والأخذ في الاعتبار التأثير المدمر لما تمثله ظاهرة الفكر المتطرف وما يمكن أن تعكسه سلبا في حال أطلق لها العنان على مقدرات الدولة ومكتسباتها. استعرض السيد الرئيس في هذا الإطار رؤية مصر على مدار السنوات الماضية لمكافحة هذا التحدي والتي استندت إلى عدم الاكتفاء بالتعامل معه من جوانبه الأمنية والفكرية والدينية فقط، بل بالاهتمام بالتوازي بالبناء والتعمير وتعزيز البنى التحتية والارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة أساسية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعظيم دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التهديد. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الدكتور عادل عمر شريف. تطوير منظومة الشهر العقاري، طبعا ماضية الإجراءات لتحقيق هذا التطلع على قدم وساق، وبنشوف الإجراءات بتسير بالتوازي مع إجراءات أخرى مكملة حتى تكتمل هذه المنظومة على خير ونلمس بالفعل قصدها الإيجابية. رئيس الوزراء يطالب بسرعة تطوير منظومة الشهر العراقي العقاري. وفي جريدة الشروق تأكيدات للدكتور مصطفى مدبولي بأن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يعد من الأولويات التي تحرص عليها الدولة وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن. جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مدبولي الكتيب اللي أعدته وزارة العدل مؤخرا وقدمه المستشار عمر مروان وزير العدل تحت عنوان الشهر العقاري والتوثيق 75 عاما في خدمة المصريين، وذلك ضمن حملة التوعية بخدمات الشهر العقاري والتوثيق وأعمال التطوير والميكنة التي تتم بمصلحة الشهر العقاري. وفي هذا الصدد شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أهمية سرعة الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الشهر العقاري بكافة أنحاء الجمهورية ونشر المواد التعريفية الخاصة بالمشروع بكافة الوسائل الممكنة وعلى نطاق واسع لشرح طرق الحصول على خدمات الشهر العقاري المطورة، فضلا عن متابعة وفحص شكاوى المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات. المصري اليوم واعتماد مطار القاهرة ضمن قائمة السفر الصحي الآمن. في التفاصيل، المطارات المصرية عززت من مواقعها ضمن المطارات الآمنة اللي بتقوم بالإجراءات الصحية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا كما ينبغي، وتقدم بالتأكيد كافة التيسيرات الواجبة إلى المسافرين. طبعا ده بيعتبر الحقيقة قوة دفع كبيرة جدا بتضفي إيجابية على مصداقية الدولة في هذا الإطار، وتمثل اعتراف دولي بفعالية التدابير والإجراءات الاحترازية اللي بتطبقها المطارات المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا ومدى الالتزام بتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة. والحقيقة في فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيوضح
ايه الجهود المبذولة وكيف يتم تطبيق واتباع الاجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة بمطار القاهرة الدولي منذ استئناف الرحلات سواء الداخلية او الدولية مع الحرص الشديد على سلامة المسافرين. واضاف الفيديو انه بيتم تعقيم وتطهير الطائرات من الداخل والخارج ووضع يعني او الاهتمام بكل الادوات الكفيلة بضمان الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي وغيرها من الممارسات اللي مهم جدا أن يحرص المواطنين على اتباعها في المطارات وفي كل الأماكن حتى تكون بالفعل أماكن آمنة في مواجهة فيروس كورونا. بينضم إلينا المزيد من المتابعة على الهاتف الأستاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون الطيران. مساء الخير، تحية لحضرتك يا فندم. مساء النور على حضرتك يا فندم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. طبعا بنتكلم الحقيقة عن الأصداء الإيجابية اللي طبعا إن يكون في هذا التقدير وهذه المكانة لمطار القاهرة ضمن المطارات واللي بتتخذ الإجراءات الواجبة واللي بتحمل بالتأكيد وتبعث رسائل طمأنة لجميع المسافرين على مستوى العالم. متابعة حضرتك للخبر. في الواقع ان مش مطار القاهره فقط هو اللي حصل على شهاده السفر الصحي الامن من المركز الدولي للمطارات، هناك يعني منظمات دوليه بتراقب وتتابع حركه الاجراءات الصحيه بالمطارات المصريه وفي لجان مختصه بتقوم بالتفتيش، وبالتالي الشهادات اللي حصل عليها المطار القاهره هي فعلا زي ما ذكرت لحضرتك هي شهاده طمانه لجميع المسافرين والركاب اللي بيستخدموا المطار القاهره الدولي. واضيف لحضرتك انه مش مطار القاهره فقط، لا ليس فقط، ولكن هناك 9 مطارات مصريه حصلت على شهاده السفر الصحي الامن من مجلس الدولي للمطارات، وهي مطار شرم الشيخ والغردقه وبرج العرب وسوهاج واسيوط والاقصر واسوان، كل هذه المطارات حصلت على شهاده السفر الصحي الامن اللي بتطبق الاجراءات دي بيتم متابعه تطبيق الاجراءات الصحيه للركاب والمسافرين والطائرات والمباني. يعني على سبيل المثال لو احنا خدنا خطوه الراكب في السفر من مطار القاهره الى الخارج، هو بداية البوابات لابد أن يكون المرتدي الكمامة، الحقائب بتتم تعقيمها، هناك داخل الصالة نفسها في إجراءات احترازية منها علامات إرشادية وتباعد بين الركاب في مناطق الجوازات والجمارك وشركات الطيران لمسافات آمنة بين الركاب. ايضا العاملين بالمطار بيتم تطعيمهم كل فتره للتاكد من خلوهم من الفيروس. يبقى المباني والركاب، ايضا الطائره اللي بتقلع لابد قبل قيامها بيتم تعقيم الطائره وتطهيرها، وايضا ركب الطائر من قائد الطائره والمضيفين وطاقم الضيافه بيتم ايضا اتخاذ الاجراءات الصحيه على الطائره. حتى الطائره نفسها في الطائره هناك اماكن مخصصه في مؤخره الطائره لكبار السن والامراض المزمنه وفي مضيفين بيتابعوهم. داخل الصاله نفسها في منسقين بيقوموا بمتابعه الاجراءات الصحيه. ايضا هناك كاميرات حراريه موجوده بصاله الركاب لمقياس درجه حراره الركاب في السفر والوصول، الكاميرات دي بتقيس درجه حراره جميع الركاب، وفي حاله ظهور ارتفاع في درجه حراره اي راكب هناك علامه حمراء وصوره للراكب يقوم طبيب الحجر الصحي الموجود بالمطار وجميع المطارات المصريه فيها اطباء وممرضين صحيين ومراقبين صحيين وممرضين. المنظومه دي تم تفعيلها مؤخرا يا استاذ محمد الخاصه بالكاميرات الحراريه؟ الكاميرات الحمراء بدات بعد منذ يعني بدايه انتشار المرض. لكن قبل ما تركيب الكاميرات الحراريه، يعني مطار القاهره فيه 40 كاميرا حراريه مثلا كل مطار فيه، قبل انتشار العدد زاد، ما كانش زي بدايه الازمه. لكن كان في حجر صحي، في طبيب موجود بيقوم بمشاهده ومتابعه جميع الركاب، وفي حاله ارتفاع درجه حراره الراكب هو عن طريق المناظره والمشاهده الشخصيه وقياس درجه الحراره بالترمومتر العادي بيتم احتجازه. الراكب اللي في السفر او في الوصول اللي بيظهر عليه علامات او هو كمان ايضا شهاده البي سي ار لابد ان يقدمها الراكب. احنا بنتكلم على السفر في الوصول لابد ان يكون الراكب معه شهاده البي سي ار بنتيجه سلبيه.
بنتيجه سلبيه، وايضا بعد تقديم الشهاده في متابعه من الكاميرات الحريه وطباء الحجر الصحي. في السفر لابد قبل السفر ب 72 ساعه، في 48 ساعه للدول القريبه زي لندن وباريس، يعني الساعات اللي السفر فيها بيكون مثلا 4 ساعات ونص مثلا زي لندن وباريس، بيبقى 48 ساعه. في دول زي مثلا الصين، اليابان، امريكا، الساعات بتوصل 72 ساعه الشهاده، صلاحيه الشهاده. الشهاده دي بيتم لابد ان تكون موثقه من جهه زمانها وزاره الخارجيه في مصر مثلا، وان تكون معتمده من جهه رسميه، يعني لو سلطات الحجر صاحب المطار ان كانت الشهاده دي مش معتمده من مكان صحي معتمد، من مختبر صحي معتمد ومن جهات معتمده زي الخارجيه او السفاره، بيتم متابعه الراجل. ايضا هناك في فحص للركاب، لو في حاله ظهور اختبارات للركاب اللي ظهرت عليهم الحاله، بيتم ان كان اجنبي بيتم اعادته على نفس الطائره، اما المصري بيتم احتجازه واتخاذ الاجراءات. يعني ممكن نقول ان مطاراتنا المصريه كلها مطابقه للمواصفات الدوليه من اجل السفر، وتطبق على اعلى مستوى من بدليل الشهادات اللي حضرتك ذكرتيها، شهاده بالتأكيد. السفر الصحي الامن دي معتمده من الجهات المختصه اللي الدوليه اللي بتنشرها في جميع المطارات للتاكد من شركات الطيران ان لما تجيب ركابها الى مصر يبقى مطمئن. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون الطيران. بنواصل مع حضراتكم مطالعتنا الصحفيه ووقفتنا مع اليوم السابع التنميه المحليه. اوضح طبعا الحقيقه وزير التنميه المحليه ان استثمارات الدوله المصريه لمحافظات الصعيد خلال حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بلغت حوالي 374 مليار جنيه، واضاف الى ان هذه الاستثمارات بلغت حوالي 3 مليار خلال السبع سنوات الماضيه، وساعدت في تخفيض معدلات الفقر في المحافظه وتحويلها لواحده من اكثر المحافظات الواعده في مصر، كما اصبحت ايضا جاذبه للاستثمار. أشار أيضا إلى الثمار الإيجابية لبرنامج تطوير الريف المصري واستهداف المرحلة الأولى من حياة كريمة لمراكز في محافظة بني سويف. وأكد اللواء محمود شعراوي على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على حياة وسلامة العمال المشاركين في الأعمال الإنشائية، إضافة إلى معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع المشروعات، وكذلك الالتزام بمعايير الجودة. في عيون جريدة الشروق هذه المرة إعلان مصلحة الضرائب المصرية عن السماح باستخدام البوابة الإلكترونية لإصدار الفواتير بضوابط بشكل مؤقت. وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر في بيان صادر اليوم إلى صدور القرار رقم 233 لعام 2021 بشأن معايير استخدام البوابة الإلكترونية بورتال لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول بعد إصداره في إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة لشركات والجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير. وأوضح عبد القادر أن وفقا لهذا القرار فإنه يسمح باستخدام البوابة الإلكترونية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول بعد إصداره في إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات والجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير اللي بتصدر عدد 200 فاتورة فأكثر شهريا، ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن ERP System. وأفاد أنه كذلك يسمح باستخدام البوابة الإلكترونية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول بعد إصداره في إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات اللي بتصدر عدد أقل من 200 فاتورة شهريا، ولا يتوافر لديها هذا النظام المميكن. يعني طبعا بالتأكيد كل ده بيحدث في إطار التحول الرقمي، التكنولوجيا بثورتها ولحق مصر المعهود بها اللي أصبح شيئا فشيئا يطال مختلف مجالات الحياة في مصر. آخر موضوعاتنا من اليوم السابع، إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية أنه تقرر قصر الحج على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج.
وذلك في ظل ما نشهده من تحديات لفيروس كورونا والتطورات أو التحورات الحادثة في هذا الوباء، وتجديد من قبل السلطات السعودية على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات طبعا اللي هي المطلوبة أو يعني تتطابق فيها المواصفات لمن يحصلوا على اللقاحات، خاصة من جهة الفئات العمرية. وطبعا أشار المصدر إلى أن وزارة الحج والعمرة والمملكة العربية السعودية بتتشرف باستضافة الحجاج في كل عام، وبتؤكد أن الترتيبات اللي أفادت بها بتأتي من منطلق الحرص الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم أيضا، ونبع من الحرص على وضع الخطط التنفيذية لتحقيق جميع الاشتراطات وتوافر جميع المعايير الصحية. نتكلم تاني الحقيقة عن السفر الصحي والآمن، وعلى وجه الخصوص الحج والعمر أيضا اللي بيتمتعوا بهذه المواصفات اللي بتضع في المقام الأول صحة وسلامة الوافدين لأداء مناسك هذه المناسك. مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام جولتنا الصحفية، بشكر لكم حسن المتابعة، ولقاء يتجدد بإذن الله.